قد تكون المغنية الأمريكية مارايا كيري من أشهر محبي المجوهرات الماسية، لكن زوجها السابق الممثل ومقدم البرامج الشهير نيك كانون تفوق عليها فيما يبدو بعد ارتدائه لحذاء ماسي يبلغ ثمنه مليوني دولار، وذلك خلال الحلقة الختامية من برنامج أمريكا جوت تالنت. أما القصة وراء أغلى حذاء في العالم فرواها مصممه توم فورد، الذي أكد بأن كانون طلب منه تصميم حذاء فريد يساعده في وضع بصمة لا تنسى، الأمر الذي دفع فورد لوضع 14,000 ماسة بيضاء بلغ وزنها 340 قيراطا، وتم تثبيتها بقوالب من الذهب الأبيض. واستغرقت صناعة الحذاء أكثر من 2000 ساعة عمل ونحو عام كامل لتصميمه وفق متطلبات كانون، فيما ذكرت مصادر أن لجنة كتاب جينيس للأرقام القياسية تناقش إضافة الحذاء إلى سجلاتها كأغلى حذاء رجالي في العالم.